أصدقاء، طبعا اليوم قررت إني أعمل لكم كيف تجيبوا ملابس سرية. يعني ملابس سرية كتير، يعني في ملابس يعني الكثير ما يعرف عنها أو ما يعرف من فين وزي كذا، وشوزات ويعني زي كذا. أنا عملت 3 شخصيات حلوين كذا مرة عجبوني من الملابس هذه اللي هنا موجودة، ملابس يعني جديدة ما في أحد شافها. طبعا شايفين هذه، شوفوا كيف جبت لها الربطة هذه اللي في الراس وقناع الخيار واللي على عينها وهذا، وشايفين هذا المداس، شوفوا جبت لها على لون لبسها لون أخضر كمان. طبعا دحين راح أوريكم كيف هذه جبتها، وبعدين نشوف الثانية الحلوة هذه كمان برضو، شوفوا كيف عملت لها نيو لوك جديد. شوفوا كيف، شوفوا الشنطة والجاكيت واللبس هذا الجديد برضو، كلها هذه حاجات جديدة مرة مداسة عاجبني، وكله كله مرة عاجبني والله الصراحة. بس أنا خلينا نغير نشوف الأسود كيف يطلع عليها، حلو ولا هذا أحلى؟ not bad يعني. نشوف هذا، لا أنا الصراحة عجبني هذا عشان قريب من لون الجاكيت، حسيت إنه مرة تغيير وكذا يعني مرة حلو. وهذه الأخيرة الثالثة معانا، طبعا زي ما أنتم شايفين هذه طبعا ستلا برضو لبس نيو لوك، شايفين كيف برضو دحين راح أعلمكم كيف عملت. وتسريحة شعرها عملتها في حسابي الثاني، روحوا شوفوا تسريحة شعرها، تساريح جديدة كيف تعملوا تساريح شعر مرة جديدة وحلوة. طيب إذا ما أنت مشترك في القناة فاشترك في القناة، خلينا نوصل 10,000 مشترك. أوكي، أول حاجة هذا، مثل إني دحين هذا الشوز خليني ألبسه لهذي عشان ما أبغى أفقده أبغاه. أوكي، أول شيء راح أعمله أنا راح أعمل كذا عشان أرجع وأحصل الأشياء اللي أنا أخدتها. أوكي، أول حاجة اللي هو البنت اللي كانت لابسة روب، البنت اللي كانت لابسة روب هذه أنا أخدت ال شو اسمه هذا، أوكي أخدت اللي في رجلها العذيان من عند هذا، شايفينه هنا. طبعا كيف راح تاخدوه؟ أوكي دحين دقيقة، خلينا ندخل أي مكان وناخد أغراض عشان أوريكم الطريقة كاملة. أوكي هنا في كيس حلو، طيب وهنا في كرتون كده، نحط هذا كده ونسك هذا. ومين اللي حتجي تساعدنا؟ هذه خليها تجي تساعدنا. أوكي مرة عجبني لبسها، شوفوا كيف فستان وحركات وجاكيت، طبعا عشان الشتا وزي كده لبستها كده تقيل. أوكي دحين راح أوريكم، طيب ناخد من هنا فستان أو أي لبس كده بسرعة عشان أوريكم كيف. اوكي راح ناخد هذول الفساتين الثلاثة، تمام. اوكي اخذنا خلاص الشوز، الحين راح نحط هذا اوكي تمام كده. اوكي يلا خلينا نروح دحين على المحل حق الايس كريم طبعا، وناخد الشوز. هو في شوزين، في ابيض وفي اسود. اوكي ابيض قصدي واخضر، طيب هذا ناخذ منه هذا ونحطه في الكرتون، هذا رقم واحد. طيب الحين اوريكم اللون الابيض من فين جبته، اللون الابيض من هنا من البيت. طيب هذه الحلوه خليها تيجي هنا ونطلعها فوق. طبعا انتوا تقدروا تختاروا اي شخصيه من الشخصيات اذا شفتوا اللبس حقها حلو تعملوا الشيء اللي انتوا عاجبكم. اوكي شوفوا هنا نفسخ لها هذا وهذا الابيض، اوكي شايفين اهو هنا الاخضر، هذا الاخضر وهذا الابيض. اوكي دحين اوريكم كيف عملت شو اسمه الشغلات اللي عليها، اللي هو الروب من هنا. طيب تدخلوا هنا وشوفوا هنا الروب، طيب والقبعة اللي على راسها اهي من هنا، تروحوا عند هذا اللي عليه تاج تحصلوا القبعة. الماسك حق العين، قصدي الماسك هذا، شوفوا الماسك هنا من هنا اخذته.
طيب ولا شو اسمه باقي اللي على الوجه؟ شوفوا من هذا. طيب تحصلوه هنا، شوفوا الخيار هنا وكده خلاص. هذه الشخصية الأولى، هذه هي الأشياء اللي عليها. طيب الشخصية الثانية، طيب هذه الشخصية الأولى كده خلصنا منها. طب نعمل دحين الشخصية هذه. الشخصية هذه دحين أعلمكم من فين أنا أخدتها. ما أخدت الكيس، دقيقة معليه، لازم أخد الكيس معايا. يا ربي بسرعة بسرعة. طيب خد الكيس حقك. طيب نحتاج مدرسة أو شيء؟ أيوة نحتاج. خدي هذا. طيب كذا اخرجي. اوكي نروح هنا على المحل حق الباليه. دخلت على محل الباليه واخذت الفستان حق هذه البنوته، مره عجبني يعني، قلت خلينا بسوي فيه له اضافه حلوه. ترى تقدروا برضو تاخذوا هذه كمان حقها الاسود وتعملوا بيلو هذا. شايفين هذا هو الفستان اللي انا لابسته دحين. وبعدين عملت كده واخدت الجاكيت من هنا، فين هذه؟ شوفوا الجاكيت دحين اوريكم من هنا، من عند الجاكيتات اخذت هذا الجاكيت وخليته لونه باللون البينكي. اوكي كده تمام. واخذت هذه البكله اللي على شعرها، البكله اللي على شعرها من الحضانه، وهذا من محل باربي. طيب وهذه هي البكلة اللي على شعرها، شايفينها؟ ما اقدر احطها واحدة بس. اوكي هذه هي البكلة اللي على شعرها. ايش باقي كمان؟ بس هذه هي الشخصية الثانية. اكسسوار من هنا اخذته من المكان هذا اللي هي لابسته الاكسسوارات، من هنا اخذتها. اوكي اخذت الاكسسوار، شوفوا من هنا كمان في الشوز هذا الوردي برضو مرة حلو. اخذت الاكسسوار هذا اللي لبسته عليها كان، الحين اوريكم. شايفين هذا هو الاكسسوار اللي انا لبستها هو. طيب ايش كمان باقي؟ وهنا كمان في شوز وردي مرة حلو، يعني على كيفكم انتم احرار، البسوا من المكان اللي انتم تبوه. اوكي دحين اعمل لكم كمان اللوك الاسود وشوفوا كيف يطلع، مرة خرافي برضو. فين هالبنوتة؟ هذه اهو اللوك الاسود، نلبسها كذا. اوكي بعدين نروح هنا نختار كذا وبلبسها بلوفر. طيب هذا البلوفر بخليه باللون الاسود، مرة يطلع شيك وحلو. اوكي شايفين كيف؟ مرة طلع حلو. كمان لو تبغوا تغيروا شوفوا درجة الأسود إذا ما تبغوا كده، لا بس أنا أشوف إنه الأسود اللي مرة مرة حلو. أوكي والإكسسوارات كمان برضو بنفس الطريقة، أنا ما أبغاها هذه كلها اللي هي لابستها، راح أشيلها راح أحط لها من هنا إكسسوار. طيب السلسلة لا ما هي حلوة هذه، خلاص نلبس هذه. شايفين كيف؟ طب برضو هذا كمان ما عجبني الصراحة، هذه اللي لبسته ما هو حلو، لا ما هو حلو، هو ما ادري والله. اوه كذا حلو والله. اوكي ولبسها المداس، وبرضو ترى في نظارات سودا. واو شايفين كيف؟ والله مرة طلع شكلها شيك، بس احس دحين لو لبسها السلسلة الذهبية مرة يطلع حلو. شوفوا واو I love it. اوكي طيب كذا خلاص هذه هي الشخصية الثانية. طيب دحين اوريكم هذه الشخصية الثالثة، اخذت لبسها من عند هذا. طيب اخذت هذا اللبس. اوكي هذه الشخصية الثالثة، اخذت هذا اللبس ولبستها البلوفر نفسه الاسود، بس لبستها هو. شوفوا دحين لبسوا هذه، شايفين كده، ولبستها البلوفر الزيتي. دحين اوريكم شايفين كده عملت لها، مرة طلع حلو مرة عجبني. قولوا لي انتي ايش رايكم في، انا صراحة مرة عجبني. طيب بس والله هذه هي فكرة اليوم. طبعا انتوا تشوفوا اللبس اللي او الشنطة اخذتها من البيت
وشوزها برضو كمان من البيت. اوكي دقيقة خلينا نروح خلاص البيت عشان اوريكم الشنطة اللي اخدتها من فين. طيب نطلع فوق، ترى حتى هذا ملابسه مرة حلوة، تقدروا تاخدوا ملابسه وتعملوا الشيء اللي زي كده. طيب انا باخد كده الملابس بهذه الطريقة. اوكي فينها هذه؟ اوكي وشوفوا الشنطة، هذه هي الشنطة اللي لبستها، شايفين هذه هي الشنطة اللي لبستها، ولبست هذا الشوز معاه. طبعا ما حطيت لها اشياء كثيرة، كده اكتفيت انه كده يكون شكلها. فبرضو تقدر تحطوا نظارة، اي شيء اللي انتو يعجبكم وبس. والله هذه هي فكرتي لليوم، قولوا لي ايش حبيتوا اكتر، اكتر لوك عجبكم، او انه ايش الاشياء اللي عجبتكم. ايش جبت لكم يعني ملابس جديدة ومجانية، شايفين كيف؟ شوفوا اللوك هذا مرة حلو، وهذا كمان مرة عجبني، وهذا اللوك اللي كثير سألوني عنه. اوكي بس والله هذا مقطعي لليوم، في نهاية المقطع لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، واحبكم مرة وباي باي.